الحياة بقت عذاب أنا وعيالي، مش لاقي أكل عيالي، مش لاقي أصرف عليهم. من ساعة ما جوزي اتحبس لا أخويا ولا أبويا ولا أي حد يساعدني، ربنا والناس الغريبة. العيال سابوا المدارس من قلة الفلوس والتعليم طبعا، وحياتي بقيت أمر بيها عذاب مش قادرة. مش قادرة على عيشة بجد، كل ما دي بتداين مش قادرة عليا، ديون كتيرة مش قادرة أسدها. عندي 43 سنة، جوزي كانت فيه مشكلة هو وأخواته، الناس اتعدوا عليه وضربوا جوزي الأول، وطبعا جوزي عمل مشكلة فواحد ضربوه ومات، طبعا هو خد مؤبد هو وخد جوزي التلاتة، وانا كنت الضحية بالتلات عيال. اشتغلت عند واحدة طبعا قعدت معاها 7 سنين، اشتغلت معاها واتمرمطت كتير معاها، وفي الاخر قالت لي مش عايزاك، سبت الشغل، وحياتي بقت عذاب انا وعيالي، مش لاقي اكل عيالي، مش لاقي اصرف عليهم. العيال سابوا المدارس من قلة الفلوس والتعليم طبعا، وحياتي بقيت أمر بيها عذاب مش قادرة، وعليا ديون، عملت قروض واتدينت بالقروض، وخايفة لتحبس، مش عارفة أعمل إيه في حياتي. ربنا اللي يعلم بيا في عشتي، يعني مش مكفية عيالي، الناس في الشارع هنا بتعطف عليا وعلى عيالي. معايا منى 13 سنة، ومعايا شريف 11 سنة، ومعايا عزيزة 8 سنين. بشتغل، كنت باخد المرتب كل 10 أيام، كان بيساعد معايا، أصبح دلوقتي مفيش مرتب، قعدتهم غصب عني، قعدتهم مش ال 450 بيديهم لي التعليم، اللي بيديهم لي في المعاش ما مكفينيش الكهرباء ولا نور ولا مية ولا إيجار ولا أكل ولا كسوة، مش مكفين خالص. طب أنت عايزة إيه؟ عايزة ربنا يكرمني كده وأربي عيالي تربية كويسة، أكلهم أكل كويس، عيشة كويسة، ومعيش حد بيعني. من ساعة ما جوزي اتحبس لا أخويا ولا أبويا ولا أي حد يساعدني، ربنا والناس الغريبة. عشان تعبت بجد، تعبت ما عدتش قادرة على عيشة بجد، كل ما دي بتداين مش قادرة عليا، ديون كتيرة مش قادرة أسدها. يدفعوا تمن الغلطة بتاعت أبوه، مش عايزة العيل يتحاسب بأبوه، عايزة عيالي يبقوا متربين كويس. شريف طلع شقي برضك، مغلبني في حياتي مش قادرة عليه، لا شغلة ولا أي حد، ومبهدلني وبهدل إخواته، مش عايزة اللي عمل أبوه يطلع فيه شريف، مش عايزة. طلبات من البلد تتستر، تبقى قاعدة في بيوتها زي أي بنت خلق ربنا، البنت الكبيرة شغالة والبنت الصغيرة شغالة، عشان شافوني قاعدة من الشغل مش لاقية بيساعدوني، مش عارفة. بقول الحمد لله يا رب على اللي تدوني، أنا راضية بقضاء ربنا، رضي بقضاء، ورديت بنصيب وقعدت في بيته والحمد لله.